قصفوا دار عندنا والزين كله طار من عندنا. طلبوا الأولاد يناموا عن دار سلفي عشان هبطون. أخذتهم ووصلتهم هناك ورجعت أنا وزلمة النام مطرحنا، وأنا طالعة لقيت جوز أختي اللي هم اللي استشهدوا الثلاثة، سامي عمر سعيد سلمان ورامي جمال رمضان سلمان عبد المعطي راتب محمد سلمان. طالع معهم بقولهم وين يا شباب؟ قال وين زلمتك؟ قلت له هي في الدار. قال طب يلا نروح عليه. في نزلتنا الثلاث درجات اللي هي عباب دار سلفي اللي هالقديفة بين رجلينا، حسيت أنا تحتي سامي وجنبي عبد وقدامي رامي، حسيت بس واحد نطق وأنا الحمد لله نطقت الشهادة. بعدها فتحوا الباب دار سلفي، طلعوا صوبوا أولاد اثنين وبنتي اللي خدتهم يناموا عندهم، وابن سلفي طفل الساعة سنة ونص كمان هاي من محولوا على مصر والحمد لله. لقيت تنتين هدول، هادي من هان كلها ورز ومن هناك مكسرة، وهذا نفس الأشي بس هذا أكتر. هذا كتير تعبيتني والحمد لله اللي من الله مليح. وإحنا بنقول لليهود لو قتلتوا ألف ألفين صمدين، ولو جرحوا كلنا حنخلف ونجيب كمان أولاد وفداء الوطن. وبنقول لهم ما يهمنا لا رصاصهم ولا دباباتهم ولا أي حاجة بسووها، صامدين غصب عنهم وربنا يحمي المقاومين وينصرهم عليهم. هذا غينة وحزيح مش حضلها، حننتصر عليهم إن قالوا آه وإن قالوا لا، وإحنا صامدين الحمد لله.